نطمن الناس على اخبار الاهلي من داخل مقر الاقامه. معانا زميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي هناك، نطمن منه على برنامج اليوم النهارده واللحظات الاخيره بقى ما قبل التوجه لملعب المباراه. توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم وكل مشاهدي قناه النداء في كل مكان. الناس كلها في انتظار انطلاقه مشوار النادي الاهلي للحفاظ على او للدفاع عن لقبه في لحقه في النسخه الاخيره من بطوله دوري الابطال، البطوله الاهم اللي بينتظرها جمهور النادي الاهلي النهارده وبدايه او انطلاقه المشوار الفعلي. كلمنا عن برنامج الفريق النهارده والتفاصيل بقى اللحظات الاخيره ما قبل انطلاقه المباراه. بالفعل يا احمد زي ما انت بتقول كلنا في انتظار بدايه او ضربه البدايه لحامل اللقب النادي الاهلي، حامل لقب البطوله منذ الموسم الماضي، وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه النهارده امام ديام الغاني واولى جولات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. يمكن في اللحظات اللي بتكلم فيها معاك يا احمد حالا لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني في غرفه المحاضرات لوضع اخر الرتوش يعني او الرتوش الاخيره على خطه المباراه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يكون مستر مارسيل كولر موفق في خطته ويكون اللاعبين كمان موفقين في تنفيذهم لمهام الجهاز الفني اللي هيدار. يمكن حالا معاك وانا دلوقتي اللاعبين يعني بيتولوا في الدخول لغرفه المحاضرات. يمكن زي ما انت قلت بقى الفريق على طول من بعد ما اختتم تدريباته بالامس على ملعب مختار التتش بالجزيره في معسكر مغلق هنا داخل فندق الاقامه، يمكن تناول وجبه العشاء مع بعض امبارح. اللاعبين طبعا اتكلموا مع بعض عن اهميه هذه المباراه بتاتي طبعا في بدايه مشوار دور المجموعات. مفيش استهانه بالخصم تماما يا احمد زي ما البعض بيروج، لا لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مركزين بشكل كبير جدا. اتفرجوا على ثلاث مباريات لفريق ميديام الغاني وكل الامور يعني سواء نقاط القوه او الضعف فريق النادي الاهلي خلاص بقى مذاكرة. وزي ما قلت لك خلاص الرتوش الاخيره يعني لخطه المباراه بتتحط حالا دلوقتي داخل غرفه المحاضرات. يمكن الفريق ابتدى يوم النهارده كمان بدري 11 الصبح كانت وجبه الافطار، 12 ونص طبعا كان التدريب الخفيف داخل الفندق هنا، الساعه 2 كان في وجبه كده خفيفه للاعبين الراغبين في تناول الطعام، الغداء كان في تمام الخامسه مساء. وحالا انا معاك دلوقتي زي ما بتشوف على طول ورانا في الشاشه لاعبي النادي الاهلي بيدخلوا لغرفه المحاضرات ليه يعني اخر التعليمات ووضع خطه المباراه والتشكيل كمان ان شاء الله اللي هيبدا به الفريق النهارده مباراه ومواجهه ميديام الغاني. بعد طول بعد انتهاء المحاضره احمد هنتوجه مباشره لملعب المباراه استاد السلام واللي بيعمل تقريبا 25 دقيقه من هنا من فندق الاقامه. دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق وباذن الله تكون بدايه قويه واولى ثلاث نقاط في مشوار دور المجموعات باذن الله رب العالمين. وزي ما انت قلت احنا ان شاء الله تكون بدايه حامل اللقب وان شاء الله المحافظه للقب على العام الثاني التوالي وان شاء الله اول خطوات للنجمه ال 12 باذن الله رب العالمين. خليني اعرف منك الغيابات بقى بشكل نهائي ومؤكد يا توفيق، مين هيغيب عن قائمه الاهلي في مباراه النهارده؟ طبعا يمكن ابرز الغيابات طبعا غياب علي معلول اللي لسه يعني ما يعني الجهاز الفني منتظر انه يخش في التدريبات الجماعيه ويكتسب فورم مره اخرى، خاصه ان هو مش عايز يخاطر بيه في مباراه زي النهارده. احمد انت بتلاعب فريق لسه حديث مباراه فمعظم يعني عناصر شباب المباراه تكون مشدوده جدا في الملعب، فريق لا يستهان به تمام. فطبعا الجهاز الفني فضل يعني الدفع بيه ليه ما هو قادم من المباريات. طبعا انتوني مودست اللي اصابته في العضله الضامه، محمود متولي وعمرو السوليه طبعا لسه ما اكتسبوش فورمه المباراه او الجهاز الفني من وجهه نظره شايف ان هم لسه يعني لم يلحقوا المباريات في هذه اللحظات لسه محتاجين مزيد من الوقت. طبعا في بعض الغيابات لاسباب فنيه من يعني من العدد كبير جدا من اللاعبين، ولكن الحمد لله ان شاء الله المجموعه اللي موجوده احمد ان شاء الله قادره على ان شاء الله الفوز وتحقيق الثلاث نقاط. يمكن عدد كبير جدا من نجوم الشناوي كمان كهربا موجود النهارده لان المباراه افريقيا بعيدا عن الايقاف المحلي، صلاح محسن عدد كبير جدا من الاجنحه الحمد لله يعني عوده كمان ديانج وبيرسيتاو من المشاركات الدوليه اعتقد هيدوا دفعه كبيره جدا للفريق. وباذن الله ان شاء الله اي 11 لاعب النهارده باذن الله يبداوا المباراه يكون عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي وباذن الله يكون الفوز حليفنا باذن الله يا احمد وتكون اول ثلاث نقاط وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه باذن الله ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه الفريق الاهلي.